مواعيد العمل الصيفية بعد القرارات الجديدة للحكومة. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق في الساعة 11 مساءً صيفاً. زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق في 12 منتصف الليل صيفاً. فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من 5 صباحاً وتغلق في 1 صباحاً صيفاً. استمرار خدمة التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً من 8 صباحاً وتغلق في 7 مساءً صيفاً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود. تستثنى كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران وإغلاق يصل لشهر للمخالفين. الأفراح تقام بالأماكن المفتوحة فقط مع استمرار حظر الموالد وسرادقات العزاء.